معالجة الأعباء في المحاسبة التحليلية. بهالموضوع اللي هو معالجة الأعباء في المحاسبة التحليلية اللي هو واحد من أهم فصول هذه المادة، بنشوف مسألة أساسية في هذا الفصل اللي هي الأعباء غير المباشرة كيف يتم معالجتها في المحاسبة التحليلية. ولكن لحتى نشوف الأعباء غير المباشرة كيف تتم معالجتها، في موضوعين لازم ينحكى عنه قبل، اللي هو الأول معالجة اختلاف الفترة التحليلية عن الدورة المالية. عم بيقول من المعلوم أن الدورة المالية وفقا للمعمول به في المحاسبة المالية هي سنة، وفي نهاية كل سنة يتم إعداد القوائم المالية من ميزانية وحساب نتيجة وغيرهما. بالمحاسبة المالية لحتى يتم وقف الحسابات لإعداد الحسابات الختامية، ميزانية، حساب النتيجة، قائمة الدفقات النقدية وغيرها من القوائم، وغيرها من الحسابات الختامية، بده يكون مرق فترة 12 شهر. هلا 12 شهر بكتير من الدول بتكون بتبلش بواحد كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون أول. هلا بدول بمؤسسات ممكن يكون عندهم دورة مالية غير هيك يعني، بس شو ما كان بدايتها ونهايتها الدورة المالية بتكون هي محتوية على 12 شهر. هيدا وين عم نحكي؟ بالمحاسبة المالية، بالكونتابيليتي فينانسيير، مش بهيدي المحاسبة اللي احنا فيها اللي هي المحاسبة التحليلية، الكونتابيليتي اناليتيك. عم بيقول غير أن الفترات التحليلية التي تحتسب بانتهائها التكاليف وتستخرج النتائج غالبا ما تكون أقل من سنة. اللي هذا اللي كنت عم خبرك عنه، انه قصة في نهاية كل سنة، هذا بالمحاسبة المالية. أما بالمحاسبة اللي احنا فيها هلأ، في شيء اسمه فترات تحليلية. هذه الفترات التحليلية قليل ما تكون سنة، بالغالب بتكون أقل من سنة. طيب قد ايه بتكون؟ عم بيقولوا في كثير من المنشآت تحتوي السنة على 12 فترة تحليلية شهرية، يعني الفترة التحليلية بتكون شهر مش سنة، وتحتوي في بعضها على 4 فترات فصلية. يعني هون بهالمؤسسات، بعض المؤسسات بتكون الفترة التحليلية فصل 3 أشهر. شو يعني شو الفترة التحليلية؟ يعني أنا كل شهر بدي أحسب التكاليف، الشراء، الإنتاج، التوزيع، النهائية، وطلع النتائج على مستوى شهري إذا كانت الفترة التحليلية شهر كما هو الغالب، أو على مستوى فصلي إذا كانت الفترة التحليلية فصل كما في بعض الأحيان. طيب عال، هذا حيعمل لي شوية مشاكل بحاجة لمعالجة. شو هي هالمشاكل اللي حيعملها؟ عم بيقول كما أنه من المعلوم أيضاً أن مصدر بيانات الأعباء والإيرادات في المحاسبة التحليلية هو المحاسبة المالية. عم بيقول لي إنه نحن بالمحاسبة التحليلية مش نحن اللي بنسجل الأعباء، ولا نحن اللي بنسجل الإيرادات، نحن بتيجي لعنا مسجلة، نحن بنعمل لها تحليل، بس اللي بيسجلها هي المحاسبة المالية. طيب شو المشكلة؟ وعند استلام المحاسبة التحليلية لبيانات الأعباء المسجلة في المحاسبة المالية، ستجد أعباء مسجلة خلال الفترة اللي هي شهر، يعني مثلا إذا كانت الفترة التحليلية شهر، في المحاسبة المالية بصورة يومية، كالاستخدامات من بعض المواد الاستهلاكية، وأخرى مسجلة بصورة شهرية كالرواتب. بعض الأعباء المحاسبة بتسجلها بصورة يومية، بعض الأعباء المحاسبة، ما عم نحكي أي محاسبة المالية، مش محاسبتنا نحن ما بنسجل، وبعض الأعباء بتسجلها بصورة شهرية، مثل شو؟ مثل الرواتب اليومية. مثل شو مثلا؟ في مصاريف تندفع يوميا، استخدامات بعض المواد بتتسجل يوميا، في مصاريف طبيعتها انه بتندفع بصورة يومية. انا ما مشكلتي هون، الاعباء اليومية والاعباء الشهرية انا بالنسبة لإلي هاي دي ما بتشكل لي اي مشكلة بالمحاسبة التحليلية.
أنا مشكلتي هلأ بتنال اللي جايين. أعباء مسجلة في المحاسبة المالية خلال الفترة لأنها دفعت فيها، وهي تخص فترة تزيد مدتها عن الفترة التحليلية، سنة أو نصف سنة أو فصل أو غير ذلك. شو يعني هذا الحديث؟ أنا بعتولي خلص الشهر، بعتولي المحاسبة المالية بيانات الأعباء المدفوعة خلال الشهر. لنقول خلص شهر تشرين الثاني 2020، هاتوا لنشوف يا شباب بيانات الأعباء اللي سجلتوها. عم نقرأ الأعباء لقينا في إيجار مدفوع مبلغه 12,000 دولار. نحن بنعرف، إحنا عندنا فكرة، هي مش أول مرة بوصلنا أعباء. نحن بنعرف إنه ما في إيجار شهري 12,000 دولار، وإلا إذا ما في إيجار شهري بمؤسستنا اللي إحنا فيها، ما عم بحكي طبعا افتراضا يعني، إذا مؤسستنا اللي إحنا فيها في إيجار شهري 12,000 دولار، كنا ما حنشوفه بس بتشرين تاني، كنا حنشوفه بتشرين أول و و و و يعني بالشهر اللي قبل ما نوصل لهذا الشهر. نحن بنعرف إنه ما شايفين إيجار بالأشهر السابقة بهالمبلغ هيدا، إيجار شهري 12,000 ما في بالعادي. نقول يا شباب شو هيدا 12,000؟ قال هيدي الأعباء مدفوعة بتشرين تاني، بس هي بتغطي سنة لقدام، من تشرين تاني هيدي السنة لغاية آخر تشرين أول سنة الجاي، سنة لقدام. لكن أنا بعتيلي المحاسبة المالية أعباء مسجلة عندهم خلال الشهر، ولكن محتوي على أعباء مدفوعة خلال الشهر، ولكنها تخص فترة أطول من الشهر. مشكلتي أنا هون إنه هال12,000 ما بينحطوا على تكاليف شهر تشرين الثاني، لأنه هدول ما بيخصوا تشرين الثاني وحده. هول ما بيخص منهم تشرين الثاني إلا 1000 بس، لأنه إذا هن 12,000 مدفوعين على سنة، يعني اللي بيخص الشهر اللي احنا فيه 12,000 قسم 12، 1000 منهم بس. وطبعا عم بحكي على الإيجار كمثال، ممكن يكون أقساط تأمين برضو بتندفع عن سنة، وتسائب إنه بعتي لي إياها بأحد الأشهر مدفوعة هي بهذا الشهر اللي بعتي لي إياه، بس هي مش أعباء هذا الشهر، هي أعباء سنة لقدام، أو سنة قطعت، سنة خلصت، حسب إنه إذا بندفع العبء بعد ما تنتهي الفترة أو قبل ما تبلش. بس بكل الأحوال أنا بدي انتبه إنه الأعباء اللي جاية من المحاسبة المالية هل تحتوي على أعباء مدفوعة خلال الفترة ولكنها تخص مدة أطول من هذه الفترة اللي هي الشهر مثلا؟ انتبهنا لهالشي. بعد في شيء بدنا ننتبه له، عم بيقول أعباء غير مسجلة في المحاسبة المالية خلال الفترة لأنها لم تدفع فيها، باعتبار أن توقيت دفعها يسبق الفترة التحليلية أو يليها، وللفترة التحليلية حصة فيها. بيقول لي كمان في شغلة تانية، ما هيدي اللي كنت عم خبرك عنها فوق، هيدي ذات أثر مزدوج. إنه أوكي، أنا باعتبارها مدفوعة بشهر تشرين الثاني، ولكن هي بتخص سنة، اعتبرت إنه ما بيخص منها تشرين ثاني إلا 12,000 على 12، يعني 1000 بس. بس هيدا ما أثره بس على تشرين ثاني، انه هال1000 مثل ما زدناها على تشرين تاني بدها تنزاد على كانون اول و و و و و لا، كل شهر بشهره. يعني مثل ما في اعباء مدفوعة خلال الشهر ولا تخصه وحده، في اعباء مش مدفوعة خلال الشهر ولكنها تخصه. يعني هال12,000 اللي مدفوعة بتشرين تاني، ما هي ما حتنترجع تندفع بكانون أول وكانون تاني وشباط وأذار إلى آخره، بس كل واحد من هيدا الأشهر اللي جايين بخصه من هذه الأعباء 1000 دولار، ومثله بالنسبة لكل الأعباء اللي بتندفع مرة واحدة بأحد الأشهر، وهي بتخص كل أشهر السنة. هيدي المشكلة. طبعا كلمة مشكلة مش معنى ذلك إنه في شيء عويص، إنه هيدا المسألة اللي إحنا فيها بحاجة لمعالجة. عم بيقول واحتواء الشهر على أعباء لا تخصه وعدم احتوائه على أعباء تخصه
واقع يحتاج إلى معالجة. أوكي، شو هي هالمعالجة؟ فهمنا إنه أوكي واقع يحتاج إلى معالجة، كيف منعالج؟ عم بيقول لي تستند إلى استبعاد كل عبء يخص فترة أطول من الشهر مدفوع خلال الشهر. عم بيقول لي طلع بالأعباء اللي بعتين لك إياها، المحاسبة المالية. كل عبء بتلاقيه مدفوع عن فترة أطول من الشهر، ما بيخص الشهر هذا وحده، حذفه من القائمة. بس مش تحذفه وتكفي شغلك عادي، لا، وإضافة الجزء الذي يخص الشهر من كل، أو مش الذي، الذي، وإضافة الجزء الذي يخص الشهر من كل عبء فترته تزيد عن الشهر يدفع فيه أو في غيره. تحذفه، وانت من واقع معرفتك لكل شيء فيه اعباء، لكل شيء فيه اعباء بتندفع خلال السنه بطولها، شوف قد ايه بخص هذا الشهر اللي انت فيه، كل شهر بشهره وزيده، لكن كل شهر بشهره بدك تطلع بالاعباء، كل عبء مدفوع خلال هالشهر ومدته تزيد عن الشهر الواحد احذفه، كل عبء مش مدفوع خلال الشهر ويخص خلال هذا الشهر اللي انت فيه زيده. طيب كيف بتنلعب هاللعبة بالأرقام؟ هذه حنلعبها هلأ بالمثال بعد شوي جاي، بعد ما نكون حكينا عن شيء اسمه الأعباء المتممة والأعباء غير القابلة للتحميل، حنلعب مثال في هدول المسألتين مع بعض. عم بيقول الأعباء المتممة، في شيء بالمحاسبة التحليلية اسمه الأعباء المتممة، وهذه الأعباء كما يظهر اسمها أعباء من مسجلة في المحاسبة المالية. يعني لما بتطلع بالأعباء اللي مسجلين المحاسبة المالية مش رح لاقيها، لأنه هي المحاسبة المالية ما بتسجلها، مش ما بتسجلها لأنه المحاسبة المالية ناقصة، ما بتسجلها لأن المحاسبة المالية لا تسجل في تكاليفها هذا النوع من الأعباء. ليه بقى؟ خلينا نشوف. عم بيقول الأعباء المتممة هي أعباء لا تسجلها المحاسبة المالية في العادة، لأنها لا تعتبر من جملة المصاريف وفقا لقواعد هذه المحاسبة ومبادئها، ولكن تضيفها المحاسبة التحليلية تطبيقا لوجهة النظر الاقتصادية، وهي راتب المستثمر الفرد. إذا كان مالك المؤسسة الفردية يدير مؤسسته بنفسه، لا يسجل ضمن أعباء المحاسبة المالية راتب، لا يسجل ضمن أعباء المحاسبة المالية راتب لهذا المدير، ولو كان يخصص نفسه براتب يسحبه شهريا. شخص يمتلك مؤسسة وهو مديرها، هو مدير كل شيء فيها، طبعا في موظفين بس هو المدير. وهذا طبعا مسألة إنه واحد يمتلك مؤسسة وهو يديرها بنفسه، هذا الغالب إنه الملاك المؤسسة الفردية هم مديروها. كثير أحيان بيكون هذا المالك عم يحسب لنفسه راتب كل شهر، كل آخر شهر بيسحب من المؤسسة لنقول 5000 دولار، باعتبار هذا راتبه هو، بيسحبه من المؤسسة، يعني ما بيعتبره هذا ما يستحقه من مؤسسته كراتب عن إدارته. يعني هو عمليا هو عم يسحب من حاله لأنه هو مالك المؤسسة. هذا الراتب اللي عم يسحب، اللي معتبره صاحب المؤسسة راتب، المحاسبة المالية ما بتسجله كرواتب، ما بتسجله كأعباء، بتسجله مسحوبات، سجله بحساب اسمه الحساب الشخصي لصاحب المؤسسة، يعتبر مسحوبات في المحاسبة المالية، مش رواتب، مش أعباء. الراتب الذي يحصل عليه صاحب المؤسسة لنفسه وفقا لقواعد المحاسبة المالية ومبادئها لا يسجل في الأعباء، بل يسجل كمسحوبات. بيقول لي ولكن من الناحية الاقتصادية، سواء كان المالك المدير يخصص نفسه براتب أو لا يخصص، أحيانا
مش هيدي المسألة مش مرتبطة من وجهة النظر الاقتصادية، مش مرتبطة إذا هو بيسحبوا لهالراتب ولا ما بيسحبوا، بيحسب له راتب ولا ما بيسحب. من وجهة النظر الاقتصادية العمل الذي يقدمه المالك للمؤسسة منه عمل مجاني، يعني منه عمل بلا تكلفة، بده يدخل ضمن تكاليف المؤسسة تكلفة هذا العمل. طب شو تكلفة هذا العمل؟ ما هو ما عم تقول لي ما هو ما عم يسحب شيء. كيف اوكي اذا عم يسحب فهمنا انه المبلغ اللي عم يسحبه اعتبرناه تكلفة. ما هو عم تقول لي حتى لو ما عم يسحب شيء بدك تعترف ضمن الاعباء بتكلفة هذا العمل. طب كيف بعرف تكلفته اذا هو مش عم يسحب شيء؟ عم بيقول لي بمبلغ مماثل للراتب الذي يحصل عليه لو عمل كمدير لدى الغير. يعني هو هذا العمل اللي مقدمه لمؤسسته، لو كان هو عم يشتغل مدير بمؤسسة أخرى قد ايه كان معامله بيستحق راتب؟ لنقول طلع بيستحق راتب 5000 دولار وفقا للزمان والمكان اللي هو فيه. إذا بده يتسجل ضمن التكاليف وفقا لوجهة النظر الاقتصادية 5000 دولار شهري ضمن التكاليف وفقا للمبادئ الاقتصادية، تكلفة الفرصة البديلة. هيدي قصة تكلفة الفرصة البديلة، المحاسبة المالية ما بتسجلها الشيء اللي اسمه، ما بتسجل المالية، المحاسبة المالية ما بتسجل التكاليف مدفوعة، مش شيء اسمه تكلفة الفرصة البديلة، يعني العائد المفقود بسبب انه حط عمله في هذه المؤسسة بدل ما يحطه موظف عند الغير. هيدا العائد المفقود بيسموه بالاقتصاد تكلفة الفرصة البديلة. نحن بالمحاسبة المالية ما بنعتبره أعباء وما بنسجله كأعباء، وإذا حتى لو سحبه هو بنعتبره غير مسحوبات. المحاسبة التحليلية بهذا الموضوع هي أقرب إلى وجهة النظر الاقتصادية من وجهة نظر المحاسبة المالية، فبتجي بتضيف على الأعباء راتب هذا المستثمر الفرد. طب ليه عم بيقول لي راتب المستثمر الفرد؟ طب إذا كانت شركة مساهمة مدير هذه الشركة، حتى لو كان أحد الشركاء المساهمين الكبار اللي فيها، راتبه شو وضعه؟ وأعضاء مجلس الإدارة اللي هني شركاء رواتبهم شو وضعه؟ ما بتزيدها؟ ما في لزوم زيدها، لأنه راتب رئيس مجلس الإدارة وراتب أعضاء مجلس إدارة في شركات الأموال بتكون هي ديجا مسجلة بالأعباء، مش ناطريني أنا بالمحاسبة المالية لأجي زيدها. بس هيدي اللي احنا فيها، هاي بالمؤسسات الفردية اللي ما بتقدر المحاسبة المالية تسجلها بالأعباء، أنا بجي بالمحاسبة التحليلية بقول أنا بقدر. وإذا أنتم ما فيكم تزيدوا راتبه أنا بزيده، لأنه أنا ما عندي، ما بتحكمني القواعد والمبادئ اللي أنتم بتحكمكم. أنا بعمل اللي بلاقيه مناسب لتحديد التكاليف، اللي بلاقيه صح، وبعضه يتفق مع وجهة النظر المحاسبية وبعضه يتفق مع وجهة النظر الاقتصادية. فأنا هون بالمحاسبة التحليلية رح زيد على التكاليف هذا المبلغ. عظيم، أوكي زدته، بعد في شيء بدك تزيده؟ قال إيه، بدي زيد كمان فوائد الرساميل الخاصة. حتى نشوف شو يعني. عم بيقول لا تسجل في المحاسبة المالية فوائد على الرساميل إلا على الرساميل المقترضة من الغير. بالمحاسبة المالية إذا الرساميل تم اقتراضها بده يندق وعليها فايدة، بدها تتسجل هذه الفائدة في الأعباء بطبيعة الحال، لأنه هذه فوائد مدفوعة، فهذه محسوبة أمرها. أما الرساميل الخاصة العائدة لمالكي الشركة فتعتبر رساميل مجانية لا تكلفة لها. يعني الممول، المؤسسة ممولة مثل ما شفنا بالتحليل المالي، المؤسسة ممولة من تمويل جاء من الملاك اللي هو الرساميل الخاصة، ومن تمويل جاء من الدائنين اللي هو الالتزامات. هلا بعض هذه الالتزامات هي قروض عليها فايدة. هذه القروض اللي عليها فايدة، التمويل اللي عليه فايدة، الفوائد اللي مدفوعة عليها بتسجلها المحاسبة المالية وبتبعت لنا إياها، وأوكي نحن معترفين فيها كأعباء. ولكن هيدي الرساميل الخاصة، التمويل اللي اجا من الملاك، نحن بالمحاسبة المالية بنعتبره انه ما له تكلفة، لأنه يعني ما بيندفع عليه فايدة، نعتبره يعني بنعتبره تمويل ببلاش،
طالما انه هو تمويل جاء من الملاك فهو تمويل لا تكلفة له، مع من دفع عليه شيء كفوائد. لكن هذا لا يتفق مع وجهة النظر الاقتصادية. الاقتصاد شو بيقول لك؟ ولكن هذه الرساميل ليست مجانية من وجهة النظر الاقتصادية، بل لها تكلفة. طيب من وين هذه التكلفة؟ شو تكلفتها؟ قال وهي العائد المفقود نتيجة وضعها في المشروع وترك البدائل الأخرى المتاحة. أوكي، الرساميل الخاصة محطوطة بالمشروع. طيب يعني لما انحطت بالمشروع، يعني هي كان عندها بديل تنحط فيه واجت انحطت هون. طيب هذا البديل الآخر اللي انحطت فيه، إذا انحطت فيه قد إيه بيجيب عائد؟ هذا العائد اللي بيجيبه البديل الآخر اللي بتنحط فيه اسمه تكلفة الفرصة البديلة، اللي تعتبر من وجهة النظر الاقتصادية من تكاليف هذه الأموال اللي مستثمرة في المؤسسة اللي هي الرساميل الخاصة. ولذلك تضيف المحاسبة التحليلية إلى التكاليف أعباء تمثل الفائدة المحسوبة على الرساميل الخاصة. يعني الأعباء المتممة هي راتب المستثمر الفرد إذا كانت هذه المؤسسة فردية، وفوائد الرساميل الخاصة سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة أموال أو شركة أشخاص، فائدة محسوبة على الرساميل الخاصة. هذه الأعباء المتممة التي تضيفها المحاسبة التحليلية إلى الأعباء التي جاءتها من المحاسبة المالية، الأعباء غير القابلة للتحميل. عم بيقول الأعباء غير القابلة للتحميل هي أعباء مسجلة في المحاسبة المالية وتستبعدها المحاسبة التحليلية من التحميل على التكاليف. يعني هيدي عكس اللي فوق، اللي فوق كانت أعباء من مسجلة في المحاسبة المالية، قامت المحاسبة التحليلية زادتها، اللي هي على سبيل التكرار راتب المستثمر الفرد والفوائد المحسوبة على الرسمي الخاص. أما الأعباء اللي عم نحكي عنها الآن فهي أعباء مسجلة في المحاسبة المالية، بس نحن في المحاسبة التحليلية حنعمل لها استبعاد. ليه بدك تعمل لها استبعاد؟ قال لعدم وجود صلة بينها وبين هذه التكاليف، وهي الأعباء خارج التشغيل في المحاسبة المالية. كل شيء اسمه عبء خارج التشغيل في المحاسبة المالية نحن بالمحاسبة التحليلية نستبعده باعتباره أعباء غير قابلة للتحميل. مثل شو؟ مثل التبرعات، مثل الغرامات والجزاءات، مثل الغرامات على صفقات. هيدي كلها أعباء خارج التشغيل بالمحاسبة المالية، ولأنها خارج التشغيل بالمحاسبة المالية نحن بالمحاسبة التحليلية حنقول أنت لا صلة بينك وبين التكاليف، بينك وبين التكاليف، ولذلك سنستبعدك، حنعتبرك كأنك مش موجودة، حنحسبك من الأعباء. هاي الأعباء خارج التشغيل. هلأ أعباء تشغيل لا رابط بينها وبين النشاط. أقساط التأمين هذه تعتبر أعباء تشغيل في المحاسبة المالية. أقساط التأمين ضد الحريق، حريق المؤسسة اللي محتمل يحصل في المؤسسة، هذه أعباء بتسجلها المحاسبة المالية كأعباء، وأنا بالمحاسبة التحليلية بعترف فيها كأعباء. ضد السرقة، ضد أي مخاطر إذا كانت مسجلة في المحاسبة المالية أنا بعترف فيها. طبعا بعترف فيها بس بشرط إنه بدي أعالج مسألة، شو مسألة اللي كنا عم نحكي عنها هون، دورية ومدتها مش عارف ايه، دي بس انه معترف فيها كأعباء. في احيان بنكون المؤسسة عاملة تأمين على الحياة، على حياة المديرين اللي فيها لصالح المؤسسة، يعني تأمين موقوف على الوفاة، بمعنى انه هذا المدير اللي هو موظف في المؤسسة اذا توفي شركة التأمين بتدفع تأمين، بتدفع تعويض للمؤسسة اللي هو مديرة. هذا أعباء لا رابط بينها وبين النشاط، وبالتالي نحن بالمحاسبة التحليلية لا نعترف بها كأعباء. أوكي، التالتة شو هي؟ أعباء تشغيل مرتبطة بوجود المؤسسة وليس بنشاطها. مثل شو؟ نحن قلنا مصاريف التأسيس هي عبارة عن مصاريف إنشاء المؤسسة، وقلنا أنه وفقا لقواعد النظام المحاسبي الفرنسي واللبناني هذه المصاريف بيسجلوها أصول وبيرجع بيوزعوها على عدد سنوات. بيوزعوها على عدد سنوات كيف؟ أنه كل سنة بيسجلوا بالأعباء مبلغ معين. هذه الأعباء المسجلة، المبلغ المسجل في الأعباء باعتباره استهلاك مصاريف التأسيس، نحن بالمحاسبة التحليلية عم نعتبره ضمن أعبائنا، نستبعده. ليه؟
لأنه هذه مش أعباء مرتبطة بالنشاط، هذه أعباء مرتبطة بإنشاء المؤسسة مش بالنشاط الجاري في المؤسسة، فبنعمل له استبعاد. طيب بعد ذلك تستبعد شيء إيه؟ أعباء تشغيل مرتبطة بأحداث طارئة، ممكن يكون عبء تشغيل عادي ومنه استثنائي ولا خارج التشغيل، عبء مثل بس أنا لا ملاقيه منه مرتبط بالنشاط لأنه عبء صار لسبب طارئ فبستبعده. مثل شو؟ بعض المؤونات لمواجهة أخطار وبعض المؤونات لمواجهة هبوط القيم. بعد في حدا بدك تستبعده إيه؟ قال بدي استبعد الضرائب على الأرباح، الضرائب المدفوعة على الأرباح السنوية اللي تسجل في أعباء شركات الأموال وشركات المسؤولية المحدودة. كمان بدي استبعدها لهذه إنه هاي مش ضرائب مرتبطة بالنشاط، هي ضرائب مرتبطة بالربح اللي حاصل. طب ليش عم تقول لي في أعباء شركات الأموال وشركات المسؤولية المحدودة؟ يعني إذا كانت مؤسسة فردية الضرائب على الأرباح اللي مسجلة في المحاسبة ما بتستبعدها؟ وإذا كانت محاسبة شركات أشخاص الضرائب المسجلة في محاسبتها على الأرباح ما بتستبعدها؟ ما حتكون مسجلة لحتى استبعدها. ليه بقى ما حتكون مسجلة؟ لأنه في المؤسسات الفردية لا يسجل ضمن أعباء المؤسسة ضرائب على الأرباح، لأنه الضرائب على الأرباح بتكون ضريبة على مالك المؤسسة مش على المؤسسة بحد ذاتها، لأنه لا يعترف لها بكيان ضريبي، ما لها كيان ضريبي ولا حتى لها شخصية معنوية بالقانون التجارة المؤسسة الفردية. وشركات الأشخاص ضريبة على أشخاص الشركاء مش على شخص الشركة، وبالتالي لا يسجل في محاسبة شركات الأشخاص ضرائب على الأرباح. كل شريك ضريبة على حصته هو من الأرباح مش على أرباح الشركة ككتلة واحدة. أما بشركات الأموال وشركات المسؤولية المحدودة فحتلاقي بيبقى أعباء شيء اسمه ضرائب على الأرباح إذا كانت ربحانة وإذا كانت صارحة عن أرباحها صح. هلأ الضرائب على الأرباح في المحاسبة التحليلية لا يتم الاعتراف بها كأعباء بل يتم استبعادها باعتبارها أعباء غير قابلة للتحمل. لا، السؤال اللي عم يتبادر للذهن الآن إنه أنا هول بدي أحفظهم، يعني على سبيل المثال إنه هو أنا نسيت مثلا إنه هاي دي بدي استبعدها، يعني أنا حفظت هالقائمة ونسيت منها هاي، ولسوء حظي انه بالسؤال اللي مرق فيه استهلاك مصاريف التأسيس وما استبعدته لانه انا ناسي هذه الحكاية. ما حيحصل هذا الامر. ليه؟ لانه نحن حنقول بكل سؤال انه هذا العبء بحد ذاته اعتبره غير قابل. طبعا عم نحكي بأسئلة الامتحانات، هلا بأسئلة الشرح ممكن خلال الحل يبين معك، بس بأسئلة الامتحانات وما شابه والتطبيقات منقول انه هيدا العبء سيعامل باعتباره غير قابل للتحميل، حتى لو انت يفترض تعرف وفقا للقواعد هاي انه هو غير قابل للتحميل. مثال واحد، في نهاية شهر آذار استلمت المحاسبة التحليلية من المحاسبة المالية جدولا يتضمن الأعباء المسجلة خلال الشهر بمجموع 275 ألف، وبدراسة بيانات هذه الأعباء تبين أنها تحتوي على غرامات على صفقات. شو المشكلة باحتوائها على غرامات على صفقات؟ لأنه الغرامات على صفقات مثل ما عم بيقول هون من جملة الأعباء غير القابلة للتحميل. الأعباء غير القابلة للتحميل تستبعدها المحاسبة، فأنا هذه الغرامات لازم استبعدها، ما لازم تتضمن الأعباء التي يتم تحميلها على التكاليف في المحاسبة التحليلية. أوكي، قسط تأمين سنوي. بس قسط تأمين سنوي ما قال لي إنه هو قسط تأمين سنوي على الحياة لحتى أعتبر لا رابط بينه وبين النشاط. بس طالما إنه هو سنوي يعني هو ما بيخص شهر آذار وحده، بيخص آذار و11 شهر تاني معه، ولذلك أنا بدي استبعده تطبيقا للموضوع اللي كنا عم نقوله هون إنه ناقص الأعباء الدورية اللي مدتها تزيد عن الشهر ومدفوعة خلال الشهر. ضرائب ورسوم مختلفة سنوية 1000، كمان لأنه سنوية لنفس السبب اللي عم نقوله بدي أحذفها. إذا هون الأعباء اللي مسجلة محتوية على أعباء غير قابلة للتحميل مبلغها 4000، ومحتوي على أعباء دورية تزيد مدتها عن الشهر الواحد مبلغها 13000. عم بيقولوا لاحتساب اشتراك الشهر في الأعباء الدورية تم إعداد الجدول التالي الذي يظهر الأعباء الدورية التي دفعت خلال السنة
والفترة التي يغطيها كل منها مع تعديل مبالغ الأعباء التي طرأ عليها تعديل. بس هلأ بدك تضيف نصيب الشهر اللي أنت فيه من الأعباء اللي ما بتندفع خلاله. اللي هلأ أنت اليوم بآذار، في أعباء بتندفع يمكن بنيسان، في بحزيران، في بأيار، في مش عارف إيه، ممكن يكون بخص السنة كلها بس ما بيندفعوا خلال الشهر اللي هلأ وصلتك أعباء من المحاسبة المالية. فلذلك نحن جبنا لك قائمة بالأعباء اللي بتندفع لفترة تزيد عن السنة الواحدة، ويعني في جبنا لك مصاريف المياه اللي بتندفع عن سنة. السنة الماضية كانت 6000، أو يمكن كانت ما كانت 6000 بس نحن عدلناها على وفقا للمبلغ اللي هو بده يندفع هاي السنة. نحن طلعنا بالأعباء بتاعت السنة الماضية اللي بتندفع لفترة تزيد عن السنة الواحدة، عملنا قائمة فيهم. اللي بعده أعباءه مثل ما كان السنة الماضية خليني، واللي تغير غيرني، فطلعت هاي القائمة. هلا أنت شو بدك تعمل؟ بدك تطلع بكل عبء من هذا، اللي هو على سنة بتقسمه على 12، اللي على 3 أشهر بتقسمه على 3، اللي على نصف سنة بتقسمه على 6، تاخذ كل واحد من هدول وتقسمه على فترته. بيطلع معك نصيب كل شهر من أشهر السنة، ومن جملة هذه الأشهر نصيب الشهر اللي إحنا فيه اللي هو هلأ شهر آذار. إذا أنت حتطرح 13000 اللي هي الأعباء الدورية المدفوعة خلال الشهر، وحتزيد بدالهم نصيب هذا الشهر اللي أنت فيه من الأعباء اللي بتندفع خلال السنة بأسرها، اللي منها على سنة، واللي منها على 3 أشهر، واللي منها على 6 أشهر. من وين عرفنا الأعباء اللي بتندفع بالسنة بأسرها وبعدنا بشهر آذار؟ بعدنا يعني ببداية السنة، شو عرفنا نحن بالأعباء؟ عم يقول التي دفعت خلال السنة الماضية. طلعنا بالأعباء اللي اندفعت خلال السنة الماضية وشفنا قد ايه كان المبلغ المدفوع. شي ما غيرني، شي غيرني أكيد بشهر آذار محلي أعرف إذا أنا بدي أعتمد على السنة لحالها، بعدني يا دوب مارق من السنة شهرين، فمحلني أعرف إنه شو في أعباء بتتعلق بالسنة وما اندفعت بعد إلا إذا طلعت بالسنة الماضية. عم بيقول لي كمان بدي إياك تزيد أعباء متممة اللي هي فائدة الرسامين الخاصة وأتعاب أو راتب المستثمر الفرد. فائدة الرسامين الخاصة، نحن عندنا رسامين خاصة 4,500,000، حساب عليها فائدة 6%، وبما إنه هلأ على شهر فائدة 6% سنويا، لأنه يعني أنت هلأ عم تشتغل على شهر دروب بواحد على 12. بالنسبة لهذا الراتب أوكي، عم بقول لك في الشهر الواحد زيد 4,000. أول شيء عم بيقول لي أول شيء احتساب اشتراك الشهر في الأعباء الدورية. يعني عم بيقول لي أول شيء بدي إياك هذا كل واحد من هيدول، من وحدة 2 3 4 5 6 7 8، كل وحدة منهم بدي إياك تشوف لي قد إيه نصيب هذا الشهر اللي إحنا فيه منها. أوكي، يعني اعمل هذا الجدول وأقسم اللي كل سنة أقسمه على 12، اللي 3 أشهر تقسمه على 3، اللي كل نصف سنة أقسمه على 6، سنة 12، نصف سنة 6، 12، 12، 12. قسمنا كل واحد من هدول 36 3 9، 36 3 9، 63,800,000، 63,800,000، 24 6، 24 6، أوكي قسمنا طلع نصيب الشهر الواحد مجموع 15,000. شو هي هاي 15,000؟ هيدي نصيب الشهر الواحد من الأعباء الدورية اللي مدتها تزيد عن شهر. يعني كل شهر أنا من أشهر السنة بدي زيد على أعباء هذا الشهر 15,000، وأطرح من الأعباء المدفوعة خلال الشهر اللي مدتها تزيد عن الشهر، الأعباء اللي ما تخصه للشهر، بتخصه هو وغيره. يعني بدي أعمل شغلتين مع بعض، بدي أطلع بالأعباء اللي مسجلة خلال الشهر ما بتخصه لحاله بتخص غيره، بطرحها بالكامل وزيد مقابلها 15,000 كل شهر بشهره. يعني هذا مثل ما حينزاد على أعباء آذار 15,000، كل الأشهر اللي بعده حينزاد عليها كمان 15,000، ويفترض كمان اللي قبله يعني. أما بالنسبة للأعباء المتممة، الفائدة على الرسامين الخاصة 4,500,000 ضرب 6% ضرب 1 على 12 اللي 6% سنويا بيطلع 22,500. مكافأته للأخ راتبه الشهري 4.5، بيطلع الأعباء المتممة 27,000. عظيم. إذا أنا بدي أطلع بالأعباء كمجموع عام لحتى أفهم اللعبة شو هي،
من الأعباء اللي هي عم تطلع فيها كمجموع انعام. هال275 ألف أول شيء بده ينطرح منها الأعباء غير القابلة للتحميل، بده يتم استبعادها. مين هي الأعباء غير القابلة للتحميل بالإكزرسيس اللي بإيدنا؟ هي هاي الغرامات على صفقات، طرحناها. بده ينزاد الأعباء المتممة، مثل ما بينطرح أعباء غير قابلة للتحميل بينزاد مقابلة الأعباء المتممة. شو هي الأعباء المتممة؟ هي فائدة الرسائل الخاصة وراتب المستثمر الفرد. 27 ألف، أوكي زدنا 27 ألف. بده ينطرح الأعباء المدفوعة خلال الشهر اللي احنا فيه، واللي هي ما بتخصه لحاله، شيء ممكن تكون سنوية، نصف سنوية، فصلية، بشيلة بالكامل، اللي هي 12 قسط تأمين و1000 ضرائب، 13 ألف. بطرحنا ال 13 ألف. بده ينزاد نصيب الشهر من كل عبء بأي محل من السنة بأي شهر منه، مدته تزيد عن الشهر الواحد، طلع نصيب الشهر هذا اللي احنا فيه. وطبعا نصيبه ونصيب اخواته كل شهر بشهره، بده يحمل 15 ألف من هذه الأعباء. بتكون الأعباء شهر آذار في المحاسبة التحليلية 300 ألف. هيدا إذا عم بتطلع أنا بالأعباء كمجموع. هون شو قصده يوريني؟ عم بيقول لي إنه دايما تذكر إنه الأعباء اللي جاي من المحاسبة المالية أنا على الأقل بعمل عليها 4 تعديلات على الأقل. وهلا بشيل منها الأعباء غير القابلة للتحميل، بزيد عليها الأعباء المتممة، بشيل منها الأعباء اللي مدفوعة خلال الشهر ولكن ما بتخصه وحده، وبزيد عليها نصيب الشهر هيدا من اللي احنا فيه من الأعباء الدورية اللي مدتها شي سنوي وشي نصف سنوي وشي فصلي. طيب ها هي موضوع معالجة الأعباء. هلأ أخذني على الموضوع الأهم اللي هو المقصود الأهم بهذا الشابتر، اللي هو معالجة الأعباء غير المباشرة. بيقول لي كما سبق شرحه، يتم تبويب الأعباء من حيث علاقتها بغرض التكلفة إلى أعباء مباشرة وأعباء غير مباشرة. الأعباء المباشرة هي أعباء تتعلق ببند محدد، مادة أو منتج أو غير ذلك، وتدخل مباشرة في تكلفته. ومن أمثلتها المواد الأولية المستخدمة في إنتاج المنتج، وأجور العمال الذين يزاولون عملية الإنتاج. الأعباء غير المباشرة هي أعباء تتعلق ببندين أو أكثر، مواد أو منتجات أو غير ذلك، وتتم معالجتها بتحليلها وتوزيعها قبل تجميعها على التكلفة. ومن أمثلتها أعباء الطاقة الكهربائية في المصنع، وإيجار المصنع، ورواتب مدير المصنع والمشرفين والملاحظين فيه. نحن سبق وحكينا بهذا الموضوع، بس خلينا على سبيل التكرار لمزيد من التوضيح نرجع نقول. أنا بمصنعي عندي منتجين، أنا أنتج منتجين، منتج خلينا نقول حقائب شنط سفر، وبنتج كمان حقائب مدرسية، شنط سفر وشنط مدرسية. عندي أنا 2 أتوليه، مش اتنيناتهم بنفس المكان بينشغلوا. في عندي مشغل للجماعة اللي بيشتغلوا شنط السفر لأنه غير حجم وغير تركيب وغير تكوين، وعندي مشغل تاني للجماعة للناس اللي بيشتغلوا إنتاج الشنط المدرسية. خلص الشهر بدنا نحدد التكاليف، طلعنا سألنا قد ايه استخدموا جلود واستخدموا أشياء تانية اللي هي المواد الصغيرة اللي تستخدم في صناعة الشنط. بين لي إنه جماعة الحقائب المدرسية بالمستندات استخدموا جلود هالقد. المستندات مبين إنه طلع من المخازن جلود راحت لعندهم بمبلغ كذا، وطلع من المخازن جلود وطبعا اللوازم التانية وراحت لعند الشنط المدرسية هالقد. هون أنا مشلح، يعني ما عندي شيء أعمل تحليل، ما عندي شيء أعمل تقدير،
لأشوف الحقائب المدرسية قد إيه بخصها من أجل الجلود، والحقائب السفر قد إيه بخصها من الجلود، لأنه الجلود اللي طالعة لتستخدم هون استخدمت هون، والجلود اللي طالعة لتستخدم بالتاني استخدمت بالتاني، وهذا شيء مبين بالمستندات إنه شو طلب هدول الجماعة اللي هون، شو طلبوا وتسجل وراح على المخازن وطلعوا من المخازن اللي عندهم. نفس الشيء الجماعة الشنط التاني شو طلبوا وراح وطلع من المخازن وراح اللي عندهم. فبالنسبة للمواد ما عندي مشكلة، لأنه المواد المستخدمة بهذا المنتج منا مشتركة مع خيو، ونفس الشيء بالنسبة للمنتج الآخر، كل منتج مواده تستخدم له وحده، ما في مواد بتنحط بالكوريدور وبيهجموا عليها من هون ومن هون، كل واحد بياخذ، بصير أنا محتار هذا شو استخدم وهذا شو استخدم. طيب إذا لهالسبب، لأنه المواد الأولية المستخدمة معروف كل منتج قد إيه نصيبه منها، قد إيه استخدم منها، ويسهل أعرف بالنظر في المستندات. وما بيشترك المنتج اللي بيستخدم مواد، ما بيشترك معه منتج آخر بالمواد اللي استخدمها بنفس الوقت بموده هو. فالتكلفة المواد المستخدمة في الشنط المدرسية تكلفة مباشرة على الحقائب المدرسية، وتكلفة المواد المستخدمة في شنط السفر من التكاليف والأعباء المباشرة على شنط السفر. جينا لأجور العمال. أنا العمال اللي عندي اللي بيشتغلوا بحقائب السفر قاعدين بهذا الأتوليه، والعمال اللي بيشتغلوا بحقائب المدرسية قاعدين بالأتوليه بتاع الحقائب المدرسية، ما عندي عمال إيد من هون وإيد من هون. يعني إذا أنا بدي أحدد آخر الشهر رواتب عمال العمال قد إيه أنا دافع للعمال اللي اشتغلوا بهذا المنتج، بتطلع بالمستندات بعرف قد إيه دافع، وقد إيه دافع للعمال اللي اشتغلوا بالمنتج الثاني بعرف قد إيه أنا دافع. ما عندي برواتب العمال، طبعا عم نحكي على العمال اللي هني العمال اللي بيزاولوا عملية الإنتاج، ما عندي عمال حقص مراتبهم شوي من هون وشوي من هون. هذا راتبه اللي بيشتغل بصناعة شنط السفر، راتبه على تكلفة شنط السفر، على تكلفة إنتاج شنط السفر، واللي بيشتغل بإنتاج الشنط المدرسية راتبه على تكلفة إنتاج الشنط المدرسية. طيب، وبالتالي هيدا المثال الثاني للأعباء المباشرة. وكتير أحيان لما ينذكر الأعباء المباشرة ما بينذكر إلا هول الاثنين، المواد الأولية المستخدمة وأجور عمال الإنتاج. طبعا عم بحكي على الأعباء المباشرة على الإنتاج. يقول لك لما يقول لك الأعباء المباشرة على الإنتاج هي المواد الأولية المستخدمة أجور عمال الإنتاج، بيسموا الأولى المواد المباشرة وبيسموا الثاني العمل المباشر أو الأجور المباشرة، وبيوقف الباقي كله بقى بيذكر ضمن عنوان الأعباء غير المباشرة على الإنتاج. طبعا أنا عم بحكي على الإنتاج لأنه هو الأهم باللعبة كلها. طيب مثل بعد شو الباقي؟ يعني مثلا نحن لما يجي نحن قاعدين لنقول بمبنى مستأجر، لما يجي مالك المصنع المأجور لياخذ الأجار، أنا ما حأدفع له أجار إلا هذا على الأتوليه بتاع شنط السفر وهذا على الأتوليه بتاع شنط المدرسة، حأدفع له أجار المصنع كله سوا على المبنى كله. فهيدي الأجار ما بيخص أحد المنتجين، هو بيخص المنتجين مع بعض بنفس الوقت، وبالتالي عبء الإيجار هيدا عبء غير مباشر على كل من هذين المنتجين. دافعين نحن قسط تأمين ضد الحريق بالمصنع، أكيد بقسط التأمين ضد الحريق، مش أنا دافع قسط على الأتوليه بتاع مشغل شنط السفر والأتوليه بتاع مشغل الحقائب المدرسية، كل واحد قسط، لا قسط إجمالي على المصنع كله سوا ضد الحريق.
وبالتالي كمان هذا عبء، كمان هذا عبء غير مباشر على إنتاج كل من المنتجين. أنا عندي مدير للمصنع، مدير للمصنع مش مدير لهذا المنتج أو المدير لذاك. مدير المصنع راتبه عبء غير مباشر على كل من المنتجين، لأنه هو هذا المدير المصنع ما شغلته فقط بهذا المنتج أو بذاك. حراس المصنع، أنا عندي برا موقف سيكوريتي، سيكوريتي موظفين عندي مش جايبهم من شو اسمه، رواتبهم، رواتبهم كذلك هذه عبء. طبعا بحكي على السيكوريتي بتاع المصنع، عبء غير مباشر على إنتاج كل من المنتجين. الطاقة الكهربائية، أنا ما عندي عداد كهرباء هون وعداد كهرباء هون بقدر أعرف كل منتج قد يستعمل كهرباء، عندي عداد كهرباء بالمصنع كله سوا. تكلفة الطاقة الكهربائية عبء غير مباشر على كل على إنتاج كل من المنتجين. ها هي الفرق بين الأعباء المباشرة والأعباء غير المباشرة. أنا بالأعباء المباشرة ما عندي هيديك المشكلة، هي مسألة نظر المستندات بس. إذا أنا مستندات بإيدي بعرف كل منتج قد إيه بيخصه، لا محتاج تحليل ولا محتاج تقدير ولا مش محتاج مش عارف إيه. أنا مشكلتي هون بالأعباء غير المباشرة، كيف أنا بدي أحدد كل منتج قد إيه بيخصه من هذه الأعباء؟ ها؟ كيف بدي أحدد؟ ها هي اللعبة. احنا بالمثال الاول اللي اشتغلناه وقلنا والله انت اعتبر هذا 40% وهذا 60%، هذا نص وهذا نص، هيك كان لاغراض التبسيط بس لنعرف نحل الموضوع لنعرف اللعبه كيف بنلعب. بس هي مش بهالبساطه اللعبه، انه اوكي انا بدي احدد بدي اساس يكون منطقي لحتى اشوف كل منتج قد ايه بيخصه من هالاجار، قد ايه بيخصه من قسط التامين، قد ايه بيخصه من راتب المدير. على أي أساس أنا بدي أقسم هالعبء غير المباشر على اثنين؟ على أي أساس بدي أقسمه بين هون وبين هون؟ هذه من المواضيع اللي يمكن تكون أهم موضوع بالمحاسبة التحليلية، واحد كيفية معالجة الأعباء غير المباشرة. في طريقة، وإن كان اليوم هي صارت تتسمى الطريقة التقليدية لأنه صار في طريقة أحدث منها، ولكن بعدها هي طريقة محترمة، اللي هي طريقة مراكز التحليل. شو يعني طريقة مراكز التحليل؟ خلينا نشوف. عم بيقول من أهم الطرق المستخدمة في تحليل الأعباء غير المباشرة وأكثرها انتشارا طريقة مراكز التحليل. ومراكز التحليل هي تقسيم محاسبي للمنشأة، يتم فيها التحليل وتجميع بنود الأعباء، أي أعباء غير المباشرة، قبل تنسيبها إلى التكاليف ذات الصلة. يعني هون في شغلتين على الأقل عم بيقولوا بهالجملة، عم بيقول لي إنه المراكز هاي هي تقسيم محاسبي. يعني لما نقول نحن إنه في عندي مركز اسمه هلا مثل ما حنشوف بعد شوي مركز إدارة المباني، مش بالضرورة إنه يكون في ديبارتمون بالمؤسسة اسمها إدارة المباني، هو في يكون تقسيم، مجرد تقسيم محاسبي منه تقسيم تنظيمي فعلي. يعني تقسيم من أجل تحديد التكاليف، من أجل تجميع الأعباء، قد يكون مماثل للتقسيم التنظيمي وقد لا يكون. الشغلة التانية عم بيقول لي إنه بهالمراكز هاي أنا بحط مين؟ بحط الأعباء غير المباشرة وغير المباشرة فقط، لأن الأعباء غير المباشرة قبل ما تروح على التكاليف، مين تكاليف؟ أي تكاليف يعني؟ قبل ما تروح على تكاليف الشراء، وقبل ما تروح على تكاليف الإنتاج، وقبل ما تروح على تكاليف التوزيع، وقبل ما تروح على التكاليف النهائية، بدها تمر على هذه المراكز، مراكز التحليل. عم بيقول ويمثل كل مركز تحليل تجميعا لأعباء وظيفة من الوظائف الاقتصادية التي تقوم بها المنشأة، وينبغي أن تتوفر في الأعباء المجمعة في كل مركز خاصية السلوك المشترك
على النحو الذي يمكن من تحديد وحدة لقياس نشاط كل مركز. ولا يشترط، هذا اللي كنا عم نقوله، ولا يشترط أن يتفق التقسيم المحاسبي إلى مراكز تحليل مع التقسيم التنظيمي الفعلي للمنشأة مثل ما كنا عم نقول. طيب عظيم، كم مركز تحليل؟ عم بيقول لي التبويب الوظيفي لمراكز التحليل، قال لي أنا ممكن يكون في عندي مركز سميه مركز الإدارة، ومركز سميه مركز التمويل، ومركز سميه إدارة المستخدمين، وإدارة الأبنية، وإدارة المعدات، وخدمات مشتركة، وتموين، وإنتاج وتوزيع. يعني عندي مركز 2 3 4 5 6 7 8 9 مراكز ممكن يكون فيه، وممكن يكون فيه أكثر، وممكن يكون فيه أقل. بس هيدا يعني المراكز اللي يحتمل تكون موجودة بكتير من التطبيقات. قال لي في مراكز تتجمع فيها الأعباء للوظائف المشتركة لجميع أنشطة المنشأة. الإدارة، هاي الإدارة خاصة بكل المنشأة، والتمويل، التمويل خاص بالمنشأة ككل. وقال لي في مراكز تتجمع فيها الأعباء المتعلقة بالوظائف المشتركة في العديد من الأنشطة، مثل إدارة المستخدمين، إدارة الأبنية، إدارة المعدات، وإدارة تقديم الخدمات المشتركة. وفي مراكز شغلتها نشاط محدد، في التموين اللي له علاقة بوظيفة الشراء على وجه الخصوص، في الإنتاج اللي له علاقة بوظيفة الإنتاج، وفي التوزيع اللي له علاقة بوظيفة التوزيع. يعني أنا أعبائي بدي وزع قسم من هون وقسم هون وقسم هون على التسع مراكز أو أكثر من هذه التسعة أو أقل منها. عم بيقول ويتم توزيع الأعباء غير المباشر على مراكز التحليل المعتمدة في المحاسبة التحليلية، ويمر هذا التوزيع في مرحلتين. في مرحلتين يعني عم بيقول لي إنه أنا أعبائي بدي وزع على هذه المراكز، ممكن تكون كلها موجودة على سبيل التكرار، ممكن تكون كلها موجودة، ممكن يكون بعضها، ممكن يكون أكثر، ممكن يكون أقل، بس هذا التوزيع بيصير على مرحلتين. المرحلة الأولى توزيع الأعباء غير المباشرة على جميع مراكز التحليل. طيب هذا التوزيع كيف بيصير؟ إذا أنت ما قدرت تحدد، إذا أنت ما قدرت تتحدد كل منتج قد ايه بيخصه من هذه الأعباء، ومحتاج شي طريقة تحليل لحتى تعرف كل منتج قد ايه بيخصه، كيف حتقدر تعرف كل مركز قد ايه بيخصه من هذه الأعباء؟ يعني إذا أنت ما قدرت تحدد الشنط المدرسية قد ايه بيخصها، كيف حتقدر تحدد إدارة المستخدمين قد ايه بيخصها من عبء ما، إدارة المباني قد ايه بيخصه، الخدمات المشتركة الباقي، أو أي مطرح تاني؟ قال لي شوف، لما تيجي توزع الأعباء غير المباشرة على مراكز التحليل حيكون في عندك مجموعتين من هذه الأعباء. في أعباء بتقدر تعرف، صحيح ما بتقدر تعرف قديك المنتج بيخصه، بس تقدر تعرف قديك المركز بيخصه. يعني انت كنت عم تقولي انه رواتب عمال الانتاج هيدي اعباء مباشرة، طب عظيم، والرواتب الباقية، رواتب المديرين، رواتب المشرفين، رواتب الملاحظين، رواتب الحراس، رواتب عمال الصيانة، رواتب عمال النظافة، هيدي شو؟ هيدي اعباء غير مباشرة. طيب يعني هيدي إيه العلاقة بحديثنا اليوم؟ عم نحكي عن توزيع، إيه العلاقة؟ طيب هيدي أوكي، ما فيك تعرف المنتج فلاني قديه بيخصه منه، بس فيك تعرف الناس اللي بيشتغلوا بالإدارة قديه رواتبهم، والناس اللي بيشتغلوا بالتمويل قديه رواتبهم، واللي بالمستخدمين قديه رواتبهم، بإدارة الأبنية قديه رواتبهم، بالمعدات وبالخدمات وبالتموين وبالإنتاج والتوزيع. إيه في أعرف كل وظيفة من هيدول الناس اللي بيشتغلوا فيها قد ايش، شو رواتبهم، مسألة بتنعرف. إذا هيدا
بالمبالغ فيه اتبع كل منتج قد ايه بخصه، كل مش منتج عفوا، كل مركز قد ايه بخصه. فهون بوزع هذه الاعباء غير المباشره على هذه المراكز وفقا لكل مركز قد ايه بخصه من هذا النوع من الاعباء اللي فيه اعرف كل منتج قد ايه بخصه. اما النوع الثاني من الاعباء هيدي ما بينعرف قد ايه كل منتج بخصه منها. انا بدي اعمل شي طريقه لوزعهم. طيب مثل شو؟ نحن عندنا مؤسستنا مبنى واحد، في الاداره، في المصنع، في صالات البيع. مبنى عباره عن طوابق وعباره عن مبنى ارضي ومستودع. منيح. انا بدفع اجار على هالمبنى كله سوا. هالأجار أنا أكيد ما مقسمه، هذا أجار الإدارة وهذا أجار التمويل وهذا أجار إدارة المستخدمين وهذا هون وهذا هون وهذا هون وهذا هون وهذا هون، لا، هذا أجار عبارة عن أجار مبنى بكامل. إذا هون ما في ألعب اللعبة اللي لعبتها هلا بالنسبة للرواتب، إنه والله رواتب الناس اللي يشتغلوا هون بعرفهم والرواتب اللي يشتغلوا هون بعرفهم. هون بحاجة أنا لحتى شوف شيء أساس معين لأقسم هالإيجار وفقا لهذا الأساس. طب شو بده يكون على الأساس؟ ممكن يكون مساحة كل مساحة المصنع قديش، هادو بتروحوا على مركز الإنتاج، مساحة صالات البيع قديش، هول بيروحوا على مركز التوزيع، مساحة مستودعات المواد الأولية قديش، هول الأعباء بتروح على التموين، مساحة مكاتب الإدارة هول بيروحوا على أعباء الإدارة إلى آخره. فالإيجار ساعتها أنا محتاج أعمل مسح للمساحة، مساحة كل جزء من عندي بالمؤسسة لأقسم الأعباء مثل الإيجار على أساس المساحة. طب هل يفهم من ذلك انه المساحة هي الاساس الوحيد اللي بتقسم على اساسه، ما في اعباء اخرى ما لها علاقة بالمساحة؟ لا، هذا ما هيك قصدنا. قصدنا انه انا بدي اطلع بكل عبء بمفرده، واجي انا وشوف كل عبء من هذه الاعباء غير المباشرة اللي ما في اتبعها مثل ما كنا عم نقول بالنسبة للرواتب. كل عبء من هذه الاعباء شوف شو هو الاساس المناسب لوزعه على هذه المراكز. هذا الأساس بيطلع معي نسب مئوية أو نسب غير مئوية، هذا اسمه مفاتيح التوزيع اللي بدها تتحدد لكل عبء بعبئه لما بدي يوزعه على المراكز. إيجار على أساس معين، أقساط التأمين على أساس معين، الكهرباء على أساس ثالث، الصيانة على أساس رابع إلى آخره. طيب يعني هل معنى ذلك انه نحن بشغلنا بهالمادة انا نقعد كل يكون عندي مثلا شي 20 عبء واقعد اقسم هيدا العبء بالتناسب مع المساحة وهيدا العبء بالتناسب مع الطاقة الكهربائية المستخدمة وهيدا العبء بالتناسب مع مش عارف ايه، هيك بدي اعمل مع عدد العمال يمكن؟ لا. هلا هو نحن اذا بدنا نوسع ونقعد نشتغل بشيء ما له داعي، ممكن نقعد نعمل تمرين انه هيدا قسم لي على الاساس وهيدا قسمه هيك وهيدا قسمه هيك وهيدا قسمه هيك، بس نحن عاده ما بنشغل حالنا بهذا التقسيم. عاده نحن بهالماده بنعتبر، الا طبعا لما يكون نعرف انه حدا بيلزمه هيك شيء ساعتها بنشغله فيه لحاله. بنقول انه مفاتيح التوزيع هذه اللي هي عم يحكي عنها هون، مفاتيح التوزيع بتكون معطاة بالسؤال، انه بيقول لك مثلا انا بالسؤال قسم لي عبء اسمه الخدمات الخارجية 5% على هيدا، 10% على هيدا، 20%، وبقول لك انا هال5% وال10% وال20% كيف طلعوا؟ بيبقى انه والله نحن طلعناهم، انت بقى قسم. لحتى ما نقعد نشغل حالنا بعمليات حسابية، ما هي الهدف يعني من لحتى نفهم اللعبة كيف بتلعب؟ بس ضروري يكون بنعرف
انه هيدي مفاتيح التوزيع مش اشياء تحكميه، حدا هيك والله لا هم مناسب 5 وهم مناسب 10 هم، لا شيء على اساس مثل ما خبرنا، شيء على اساس المساحه، شيء على اساس الطاقه الكهربائيه المستخدمه، شيء على اساس عدد العمال، شيء على اساس شيء رابع او خامس او سادس الى اخره. اوكي، لكن وزعنا الاعباء غير المباشره على كل شيء في مراكز تحليل، شيء تتبع وشيء بواسطه مفاتيح التوزيع وفقا لاسس اللي عم نحكي عنها. هذا اسمه التوزيع الاول. التوزيع الثاني هو توزيع تكلفة المراكز المساعدة على المراكز الرئيسية. بعد ما يخلص التوزيع الأول يكون هذا المركز الإدارة، تمويل، إدارة المستخدمين، إدارة المباني، إدارة المعدات، الخدمات المشتركة، التمويل، الإنتاج، التوزيع، كل واحد منهم صار له تكلفة. شو تكلفته؟ الأعباء اللي قعدت فيه. هذا اسمه التوزيع الأول. خلص التوزيع الأول بدي شوف المراكز اللي تعتبر مساعدة وزع تكلفتها على المراكز الرئيسية. هذا اسمه التوزيع الثاني بقى. طيب يا ترى أنا اللي بحدد مين وفقا لأنا شو بلاقيه مناسب، مين رئيسي ومين مساعد؟ لا، هول إدارة المستخدمين، إدارة الأبنية، إدارة المعدات، الخدمات المشتركة، هيدي تعتبر مراكز مساعدة. الإدارة والتمويل، الإدارة والتمويل والإنتاج والتمويل والإنتاج والتوزيع، هاي تعتبر مراكز رئيسية. يعني أنا بدي وزع تكلفة هذه المراكز على هذه المراكز، الإدارة والتمويل والتمويل والإنتاج والتوزيع. طيب ممكن أنا ألاقي أحيان، أنا ممكن ألاقي أحيان مراكز مساعدة بس مسميينها باسم مختلف شوي عن هيدا. شو بصير؟ وين بقى بدي طبق قاعدة؟ طبق القاعدة القائلة بأنه الإدارة والتمويل والتموين والإنتاج والتوزيع، الإدارة والتمويل والتموين والإنتاج والتوزيع مراكز رئيسية وكل ما سواها مراكز مساعدة شو ما كان اسمه. منيح؟ إذن الخطوة الثانية، التوزيع الثاني اللي هي توزيع تكلفة المراكز المساعدة على المراكز الرئيسية، وقايل لي هون إنه المراكز المساعدة هي مركز أو مراكز ذات المستخدمين. ليش مركز أو مراكز؟ لأن ذات المستخدمين فيها تتقسم عدة مراكز، الأبنية، المعدات، الخدمات المشتركة، هيدي عبارة عن مراكز مساعدة توزع تكلفتها على المراكز الرئيسية. طب هون بيرجع بينطرح السؤال هو ذاته للمرة الثانية، على أي أساس بدي وزع؟ هونيك سألنا بالنسبة لما كنت عم بعمل التوزيع الأول، سألنا هذه الأعباء على أي أساس بدها تتوزع على المراكز، وقلنا أنه في صنفين منها أعباء يتم تتبعوها في أعرف الناس اللي بيشتغلوا هون قد رواتبهم والهون وهون وهون وهون، وأعباء ما في اتبعها بدي يصير أقسم شي مساحة وشي طاقة وشي عدد وشي مش عارف إيه. بدي أرجع أسأل السؤال، هلأ عم تقلي بدي أرجع أنا وزع هول على المراكز الرئيسية، طب على أي أساس؟ قال لي شوف على أي أساس، عم يقترح علي أسس. قال لي بالنسبة لإدارة المستخدمين وزعهم بالتناسب مع عدد العاملين في كل مركز أو عدد الساعات أو الرواتب. بالمركز إدارة المباني وزعهم بالتناسب مع مساحة المساحة التي يشغلها كل منها، ومركز إدارة المعدات وزعهم على أساس الخدمات التي قدمت لها وعلى أساس تكلفة المعدات في كل قسم. الخدمات المشتركة إذا فيك تتبع الخدمات مثل ما عملت بالنسبة للي خبرناك عليها من شوية تتبع، إذا لا شوف أساس لكل خدمة يناسبها. طب السؤال هون مرة تانية أو ثالثة أو رابعة، هل أنا بالتطبيقات الأكاديمية بدي أقعد أنا نبش مساحة من هون وعدد عمال من هون
مش عارف ايه من هون لانه وزع، برضو نحن في اطار هذا الشابيت والشابيت التي الشابيترات التي تليه، نحن نعطي النسب التي يتم على اساسها توزيع هذه المراكز، وما بنشغل حدا فيها الا اذا هالحدا هو بده اياها، يحتاج لها لشغل هو بيلزمه. قال لي بس قبل ما نروح بدي اقول لك شيء، انت لما عم توزع تكلفة المراكز المساعدة على المراكز الرئيسية في اشكال مختلفة لهذا التوزيع، خليني اخبرك عنها. بيقول قد يتخذ التوزيع الثاني اشكالا مختلفة وفقا لكيفية تبادل الخدمات بين المراكز. الشكل الاول، المراكز المساعدة تقدم خدماتها إلى المراكز الرئيسية فقط. خلينا نشوف شو المقصود. يتم لأغراض التبسيط تجاهل الخدمات التي تقدمها لنظيراتها من المراكز المساعدة الأخرى وتوزيع تكلفتها على المراكز الرئيسية فقط. يعني هون مثلا لما انت عم توزع ايادات المستخدمين على اساس عدد العاملين، هو عدد العاملين مش بالمراكز الرئيسيه واحده، ما في عدد عاملين باخواته من المراكز المساعده، ما بيعطيهم لاخواته انه هذا مركز مساعد بده يوزع تكلفته على المراكز الرئيسيه. طيب عظيم، ليش ما اذا عم بيوزع على اساس عدد العاملين هيدي اخواته من المراكز المساعده ما فيهم عدد عاملين؟ بلى، يعني يفترض انه هو اخواته كمان يوزع عليهم، مش بس يوزع على المراكز الرئيسية، يوزع على أخواته من المراكز المساعدة. هيك؟ إيه هيك. طيب بس نحن هلأ بالحالة بالشكل الأول بنقول لك أوكي ما تخليه يعطي أخواته، تجاهل إنه المركز المساعد بيخدم أخواته من المراكز المساعدة، اعتبر انه المركز المساعد ما بيعطي اعبائه، ما بيوزع اعبائه الا على المراكز الرئيسية. مثال اثنين، سجلت في المحاسبة المالية في منشأة عزيز الاعباء التالية عن شهر اب، وقد تمت معالجة الاعباء الدورية فيها على مستوى كل بند بمفرده. شو يعني هالحكي؟ عم بيقول لي قصة إنه في والله أعباء خلال الشهر مدفوعة هي منا مش عن الشهر نفسه، هي عن أكثر من شهر ولكن مدفوعة خلال الشهر، وفي أعباء بتخص الشهر مدفوعة بأشهر تاني بدك تشوف نصيب الشهر منها. هيدي نحن عالجناها، ما تشغل حالك فيها. يعني هيدي اللعبة اللي هون إنه ناقص أعباء دورية مدفوعة خلال الشهر زائد أعباء الشهر مدفوعة بأشهر تانية نصيب الشهر بالأعباء، هذه نحن اشتغلناها، أنت ما تشغل حالك فيها. نحن ما هذا اللي جايين نعمله هون، بس أنت اهتم لي أول شيء. أنه خليني أقول لك شو بدك تهتم لي. عم بيقول لي أول شيء المواد الأولية المستخدمة تكلفة مباشرة بالكامل، يعني عم بيقول لي هاي ما تشيلها لأنه منا قابل للتحميل، وما تشيلها لقصة دورية ومش دورية، هاي لأنه نحن عم نحكي عن الأعباء غير المباشرة، عن توزيع الأعباء غير المباشرة، هاي دي بقى بدك تشيلها لأنه ما خاصة بالموضوع اللي عم نحكي عنه، هاي دي أعباء مباشرة، فهاي شيلها من شغلك، حذفها، مش تحذفها بمعنى تحذفها من التحميل على التكاليف، من شغلنا هلأ اللي جايين نعمله هي ما خاصة، لأنه نحن جايين نعالج الأعباء غير المباشرة وهذه أعباء مباشرة. أوكي طيب، تتضمن أعباء المستخدمين أعباء مباشرة للإنتاج بمبلغ 38,000. قال لي هذه 50,200 في بقلبها 38,000 رواتب مباشرة، أعباء مباشرة، شيلهم هال 38,000، اشتغل لي بالباقيين اللي هن 12,200. إذن أول شيء طالما أنه أنا جاي عالج الأعباء غير المباشرة وهو عاطيني جدول لكل شيء فيه أعباء، شلت منه الأعباء المباشرة اللي هي هاي، والجزء المباشر اللي بقلبه 50,200. عظيم. تقرر إضافة أعباء متممة مبلغ 1,500. نحن هون لما عم نشتغل الجدول زدنا أعباء متممة بمبلغ 1,500 اللي هو الموضوع اللي هي كان حاكيني عنه من الصباح، اللي هن
الفائدة على الرأس عميل الخاصة وراتب المستثمر الفرد، طلع مجموع بالشهر الواحد 1500. قال لي يتضمن الإهلاك، هيدا الإهلاك يتضمن 1500 أعباء غير قابلة للتحميل. يعني انت ما تاخذ 8500 كلهم، خذ 7000 بس. هلا نحن بالجدول هون حطينا بالاهلاك 7000. طيب اللي تتضمن المؤونات هاي 3500 غير قابلة للتحميل، فنحن لهالسبب نحن بالجدول هون حطينا 2500. إذا هون أنا اللي عملته إنه بما إنه أنا هلأ جاي عالج الأعباء غير المباشرة، وأنا عندي جدول لكل شيء فيه أعباء خلال الشهر، قلت له للشيء المباشر قلت له أنا هلأ ما شغلي فيكم، أنا شغلي بغير المباشر، فشلت المواد، مش شلتها بمعنى إنه ما دخلتها باللعب اللي جاي ألعبها اليوم، وشلت هون الجزء المباشر من هال50200 وبدي أشتغل بالباقي. الباقي هون هذول شلت منهم 1500 لأنه في قلبهم 1500 غير قابل للتحميل، بقيت 7000. وهون شلت منهم 500 لأنه في 500 غير قابل للتحميل، بقيت 2500، وزدت أعباء متممة 1500. طيب هيدي الأعباء على أي مراكز بده إياني يوزعها؟ قال لي بدي إياك توزعها على مركزين مساعدين، واحد اسمه تقديم الخدمات المشتركة وواحد اسمه إدارة الوسائل المادية، ومركز 2 3 4 5 مراكز رئيسية، واحد اسمه إنتاج واحد وواحد اسمه إنتاج اثنين وواحد اسمه عفوا واحد اسمه التموين وواحد اسمه إنتاج واحد وواحد اسمه إنتاج اثنين وواحد اسمه التوزيع وواحد اسمه إدارة والتمويل. هو المراكز الرئيسية. أول شيء بالتوزيع الأول ما بتميز بين هيدا رئيسي وهيدا مساعد، بتوزع الأعباء عليهم كلهم. هلأ في منهم أنا لقيت لك إنه في 2 بنقدر نتبعهم، نعرف كل مركز من هول المراكز قد إيه استخدم المواد الاستهلاكية، قدرنا عرفنا لك كل مركز قد إيه استخدم، وأعباء المستخدمين غير المباشرة يعني الباقي من هال50200 اللي هي 12200 بعد ما شلنا 38000، عرفنا لك كل مركز قد ايه استخدم. في المواد الاستهلاكية هيك استخدموا بهالمبالغ هاي 1205 325 520 510 إلى آخره، وأعباء المستخدمين غير المباشرة هيك استخدمت هاي المراكز، فهول عرفنا لك مبالغهم. فهولي لا محتاج تدور على مساحة ولا محتاج تدور على عدد عمال ولا محتاج تدور على شيء، عرفنا كل مركز من هول المراكز 1 2 3 4 5 6 7، عرفنا كل مركز من هول المراكز السبعة قد ايه استخدم مواد استهلاكية وقد ايه بيخصوا من أعباء المستخدمين. هون عملنا شيء اسمه التتبع مثل ما كنا عم نقول. أما الباقيين اللي هن الخدمات الخارجية والضرائب والرسوم وأعباء الإهلاك وأعباء المعونات، هولي ما في يشوف لك والله كل مركز قد ايه استعمل منهم. طلعنا لك مفاتيح التوزيع بالنسب المئوية، نحن قعدنا اشتغلنا وعذبنا حالنا والمفاتيح التوزيع هي عم نعطيك اياها. خدمات خارجية وزعهم بهذه النسب 30% 6% اللي هو بالنسب المئوية 30% 6% 7% 16% إلى آخره. الضرائب بهاي النسب، الأعباء الإهلاك بهاي النسب، أعباء المعونات بهاي النسب، والأعباء المتممة اللي قلنا لك زيدة بهذه النسب من 1500. لاحظ انه في مراكز ما حتاخد بعض الاعباء، يعني ضرائب ورسوم عم يوزعها على 4 مراكز بس، الاعباء المؤونات على 2 فقط، الاعباء المتممه على 4 فقط. هلا شو اللي عمل هيك وشو كيف طلع النسب انا ما همي بالوقت الحاضر، انا بهمي انه هيدي النسب موجوده قدامي. لما وزع هيدي الاعباء بعد ما تعدلت التعديل اللي حكينا عنه، يعني بعد ما صارت هيك بهاي المبالغ هون، لما وزع هذه الأعباء على هذه المراكز شيء بالتتبع بالمبالغ اللي هو عاطيني إياها، يعني بس بدي أحط هاي المبالغ بالجدول وشي بدي أضرب بالنسب المئوية، لما أعمل هذا التوزيع بكون عملت التوزيع الأول
تعالوا نعمل التوزيع الأول. نجي بنعمل جدول بنحط فيه لكل مركز من هذه المراكز عمود، وقبلهم عمود للإجمالي وقبلهم عمود لعناصر الأعباء، الأعباء اللي أنا جاي أوزعها الإجمالي، وبعدين كل مركز من هول المراكز السبعة، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7. وزعنا أول شيء المواد الاستهلاكية المستخدمة بالمبالغ اللي هو عاطيني إياها وقال لي ما توجع قلبك، هذه تتبع، عرفنا لك بالمبالغ قديك المركز. تاني شيء الخدمات الخارجية، لا الخدمات الخارجية اللي نحن عملنا لك مفاتيح توزيع، يعني هون 9000 ضرب لما تكون بأعباء بتقديم الخدمات المشتركة ضرب ب0.3، بإدارة الوسائل المادية ضرب ب0.06، ب0.07، ب0.16، ب0.03، ب0.1، ب0.28، بتكون وزعت الخدمات الخارجية على هذه المراكز. أعباء المستخدمين عملنا لك نحن تتبع وعرفنا لك قد ايه مركز بخصه، حط هاي المبالغ بس انت بجدولك، نقله النقل على جدولك، هاي دول التتبع ما عليك الا تنقلهم، ما حتحسب شيء، بس اتاكد انه مجموع بيطلع 12200. شو هي ال 12200؟ اللي هي 50200 كل شيء فيه اعباء مستخدمين، ناقص 38000 اللي هي مباشر منها. طيب هذا بالنسبه لاعباء المستخدمين. الضرائب والرسوم، هذه ال 5000 وزع بالنسب اللي نحن مخبرينك اياها، 12% هون، 0.12، 0.08، 0.5، 0.3، هول التموين وانتاج واحد وانتاج اثنين ما تعطيهم. وقفنا هون على الضرائب والرسوم، عطينا بالنسب، ضربنا بالنسب اللي هو عم بيخبرني عنهم، طلع هذه المبالغ. أعباء الإهلاك، بس أعباء الإهلاك ما تنسى إنه أنا صحيح قايل لك 8500، بس قايل لك شيء منه 1500، يعني حط بالجدول 7000. أوكي حطينا بالجدول، ليه شلنا 7500؟ لأنها غير قابلة للتحمل. حطينا 7000، كيف بدي أوزعهم؟ تتبع؟ لا مش تتبع، بهذه النسب 0.11، 0.09، 0.05، 0.15، 0.2، 0.2، 0.2. عظيم، وزعنا أعباء الإهلاك بهذه النسب. أعباء المؤونات، أعباء المؤونات شوف المبلغ اللي نحن مخبرينك عنه اللي هو 3000، بس انتبه إنه في بقلبه 500 غير قابلة للتحميل، حذفها لل 500 وحط بس 2500 ووزعهم بهذه النسب، 40% هون، 60% هون، أعطيهم على مركزين بس. هو هيك بده، أنا ما رح أسأله ليش. أوكي حطينا 2500 هون، 40% وهون 60%. قبل ما تقفل الجدول تذكر أنه أنا طلبت منك تزيد أعباء متممة اللي هي بتمثل راتب المستثمر الفرد وفوائد الرسميه الخاصه اللي هي 1500 بالشهر. يعني اوكي حطها وزعها بهذه النسب 0.15، 0.05، 0.5، 0.3، حطهم ووزعهم. هيك بتكون توزعت الاعباء اللي جاي من المحاسبة المالية بعد ما نحن عدلنا اللي بده تعديل فيها، شلنا الأعباء غير القابلة للتحميل، زدنا الأعباء المتممة، واقتصرنا فقط على الغير المباشرة اللي مباشر ما دخلناه لأنه ما له علاقة بهالجداول، ما بيفوت على الجدول أصلا، هو هذا الجدول ما بيفوت عليه إلا الأعباء غير المباشرة. وزعتهم، هيدا المجموع اسمه المجموع بعد التوزيع الأول، طلع هذا المجموع بعد التوزيع الأول. بعد في توزيع ثاني، نحن اتفقنا انه هيدا المركز وهيدا المركز هيدولي مراكز مساعدة،
والمراكز المساعدة ما بتجي عليها التكاليف لتبقى بقلبها، بتجي عليها التكاليف لترجع تروح منها على المراكز الرئيسية. طيب نحن هون عم بيقول لي نحن بعيد الشكل من أشكال التوزيع رح نعمل الآتي: المراكز المساعدة تقدم خدماتها إلى المراكز الرئيسية فقط. شو يعني؟ يعني لما يجي هون تقديم الخدمات المشتركة ليعطي أعبائه الـ7500، حيعطيهم بس لتموين ورايح. إدارة الوسائل المادية كمان حيعطي التموين ورايح. مين قال هذا الحكي؟ مين قال إنه بس هيك؟ هو قال. وين قال هالكلام؟ هي قال: ولإجراء التوزيع الثاني توزع تكلفة المركزين المساعدين على المراكز الرئيسية كما يلي بالنسب المئوية: تقديم الخدمات المشتركة، إعطاء التموين والإنتاج، و و و بذات الوسائل المادية مثله. يعني لا الخدمات الخارجية عطى الوسائل المادية، ولا الوسائل المادية عطى، اثنيناتهم ما عطوا إلا المراكز الرئيسية فقط. يعني هون تجاهلنا أن المركز المساعد قد يقدم خدمات أو قد يوزع بعض تكاليفه على مركز مساعد آخر. خلينا المركز المساعد ما يعطي إلا المراكز الرئيسية، وما يعطي خيو من المراكز المساعدة. إذا الـ7500 اللي هون وزعناها بالنسب اللي هو مخبرني عنها: 10%، 20%، 50%، 10%، 10%. خلينا يوزعهم. وزارة الوسائل المادية كمان وزع على هذه المراكز بالنسب اللي هو قايل اللي عنها. وطبعا هذه النسب ما بتطلع هيك، بس هو أكاديميا عاطي، هو اشتغلها وشاف مثل ما كنا عم نحكي من شوي إنه كل مركز على أي أساس. طلع لي هو النسب وقال لي: هاي النسب جاهزة، أنت بس اضرب ووزع. لما ضربنا ووزعنا هذا بقى، بعد ما توزعت تكلفة المراكز المساعدة على المراكز الرئيسية، هذا الشيء اسمه التوزيع الثاني. التوزيع الثاني، والمجموع اللي طلع بعد ما نعمل شيء اسمه المجاميع بعد التوزيع الثاني. هذا الشكل الأول من أشكال التوزيع المراكز المساعدة على المراكز الرئيسية، الشكل الذي يتجاهل مسألة إنه الخدمات، إنه المراكز المساعدة بتقدم لبعضها، وما بيخلي هيدا الشكل المراكز المساعدة تقدم خدمات إلا إلى تعطي أعباء يعني إلا للمراكز الرئيسية. ما بيخلي المراكز المساعدة توزع تكاليفها إلا على المراكز الرئيسية فقط. ما بيخلي مركز مساعد يعطي خيو أو خيو يعطيه. الشكل الثاني: المراكز المساعدة تقدم خدماتها للمراكز الرئيسية والمراكز المساعدة التي تليها في الترتيب من دون عودة إلى الوراء. كيف يعني من دون عودة إلى الوراء؟ يعني لو كان هون مثلا بهذا اللي بإيدنا، لو كان بدي أعمل هالشي اللي عم بيخبرني عنه تحت، كنت خليت تقديم الخدمات المشتركة يعطي إدارة الوسائل المادية، بس لما يجي إدارة الوسائل المادية بده يعطي، ما بيعطي تقديم الخدمات المشتركة، بيعطي لقدام. يعني الخدمات المشتركة بيعطي وسائل مادية وتموين وإنتاج وإنتاج وتوزيع وإدارة، إدارة الوسائل المادية بيعطي تموين وإنتاج، ما بيعطي هذا. يعني بصير التوزيع إلى الأمام من دون ما يكون في عودة إلى الخلف. هذا الشكل الثاني، خلينا نشوف كيف. قال: لا توزع المراكز المساعدة على المراكز الرئيسية فقط، بل على غيرها من تكلفة المراكز المساعدة، بل على غيرها من المراكز المساعدة أيضا، ويكون التوزيع من غير تبادل حين لا يقدم المركز المساعد خدمات لمركز مساعد آخر تلقى منه في الخدمات. فالتوزيع يتم باتجاه واحد من دون عودة إلى الوراء. قال لي: أنا هلأ هون بهذا المثال ما حاجي لعبك اللعبة من الأول، إنك وزع لي هالأعباء وطلع لي المجاميع بعد التوزيع الأول ورجع عمل التوزيع الثاني، لأنه اللعبة الجزء الأول من اللعبة صار مفهوم. نلعب اللعبة من هون ونازل. يعني أنا حأعطيك المجاميع بعد التوزيع الأول، وخلينا بقى نهتم بالتوزيع الثاني بهالمثال. قال لي: المجاميع بعد التوزيع الأول هيك طلعوا،
هيدا مركز مساعد 5000، وهذا مركز مساعد 6500، وهذا مركز مساعد 10160، وهيدول الثلاثة اللي تحت تموين وإنتاج وتوزيع هو المراكز الرئيسية. يعني عندي ثلاث مراكز مساعدة وثلاث مراكز رئيسية، إدارة مستخدمين وإدارة وسائل مادية وتقديم خدمات مشتركة، هذه مراكز مساعدة. تموين وإنتاج وتوزيع، هذه مراكز رئيسية. أنا حخلي هو اللي حيخلي هلا، يعني إدارة المستخدمين لما بده يوزع تكلفته بيوزعها على الخمسة اللي وراه، الخمسة اللي تحته. وإدارة الوسائل المادية لما بده يوزع تكلفته بيوزعها على الأربعة اللي تحته. وتقديم الخدمات المشتركة لما بده يوزع تكلفته بيوزعها على الثلاثة اللي تحته. هلا إذا جدول بيصير وراه، يعني بيقعد شو اسمه، هيك بيكون في من دون عودة إلى الوراء. يعني المركز المساعد بيعطي مركز مساعد آخر، بس ما بيصير في تبادل بين المركز، بيعطي منه بيرجع بياخد، بيعطيه بيرجع بياخد منه. توزيع المركز المساعد ألف، ألف اللي هو مين؟ إدارة المستخدمين. حيعطي من باء ونازل، يعني من إدارة الوسائل المادية ورايح. المركز المساعد باء اللي هو إدارة الوسائل المادية، حيعطي من جيم ونازل، يعني من الخدمات المشتركة ورايح. المركز المساعد جيم اللي هو الخدمات المشتركة، حيعطي من دال ونازل، يعني حيعطي المراكز الرئيسية فقط. هيك بدأت تتوزع التكلفة. طيب خلينا نشوف كيف. هون في شغلة بدنا ننتبه لها. بلشنا حطينا التكاليف اللي هو مخبرني عنها 5 6500 10160 5660 5700 15 و80، فتحنا فيهم الجدول. هون الجدول مبلش بالمجاميع بعد التوزيع الأول، لأنه مثل ما قلنا الجزء الأول من اللعبة ما عاد هو المهم لتوضيح اللعبة. نحن عم نوضح بقى مسألة كيف بتوزع المراكز المساعدة تكلفتها. لما يكون هيدا الموضوع اللي أنا جاي أهتم فيه، ما بعود بهتم بإنه أرجع للعبة من أولها. أنا هلأ بهيدا الموضوع من اللعبة، من هون ورايح بدي كفي. إذا طلع معي إنه هيدي المجاميع بعد التوزيع الأول، المركز المساعد الأول راح حيعطي بهذه النسب 10%، 20%، 10%، 40%، 40%، 20% على المراكز اللي بعده، باء وجيم ودال وهاء وواو، اللي هن مين يعني؟ اللي هن وسائل وخدمات وتموين وإنتاج وتوزيع. عطاهم. بيجي دوره بقى للمركز الثاني. بدي انتبه، المركز الثاني لما يوزع ما حيوزع 6500، حيوزع 6500 بلس اللي أخدها من خيو الكبير، بلس ال 500 هاي، يعني حيوزع 7000 على مين؟ على اللي بعده. ببلش بقى بيعطي 12%، 12%، 60%، 16%، 12، 12، 60، 16. هذا مين اللي عم بيوزع؟ باء. مين هو باء؟ الوسائل المادية، إدارة الوسائل المادية. نجي للجيم. الجيم شو صار فيه بتكلفته؟ صار فيه تكلفته اللي هي بعد التوزيع الأول، بلوس اللي أخدهم من الألف، بلوس اللي أخدهم من باء. فإذا بيجي بجمعهم بيطلعوا 12000. فحيوزع 12000 على مين؟ على الرئيسية، لأنه هو مساقب تالت واحد للمساعدة، والتوزيع كله عم بيصير إلى الأمام من دون عودة إلى الخلف. فهو مساقب حيعطي الرئيسية فقط. بخلص بيطلع مجموع المراكز المساعدة 0 0 0. لو هون أنا لو هيدا خليته يوزع 6500، يعني هاي حاجي جمع حلاقي على 500 ما توزعت، حيطلع مجموع على 500. لا، بده يطلع كل المراكز المساعدة بعد التوزيع الثاني بدها تكون صارت 0. نجي للمراكز الرئيسية، بنجمع بيطلع هيدا 10 وهيدا 80 وهيدا 25، يعني 115. هيدا لما يكون في التوزيع عم بيصير إلى الأمام من دون عودة إلى الخلف. الشكل الثالث،
المراكز المساعدة تقدم خدماتها للمراكز الرئيسية والمراكز المساعدة مع تبادل الخدمات بين المراكز المساعدة. شو يعني؟ يعني هون كان عم بيقول إنه كله إلى الأمام من دون عودة إلى الخلف. لا، هالمرة هناخد ونعطي، هنخلي المركز يعطي خيه وياخد منه. طيب، عم بيقول لي خذ هذا المثال، هاي المجاميع بعد التوزيع الأول، عندك مركزين مساعدين، واحد الصيانة وواحد النقل، وثلاث مراكز رئيسية، واحد التموين والإنتاج والتوزيع. هذا المجاميع بعد التوزيع الأول. التوزيع الثاني حيصير كالآتي: الصيانة حيعطي النقل 5% ويعطي المراكز الرئيسية 15 60 20، النقل حيعطي الصيانة 10%. طيب، إذا هون بده يضلوا هيدا، ما هيدا لما يعطي هيدا هيطلع في تكلفة. التكلفة هاي لما بده يرجع يوزع ال 19500 وال 5%، بده يعطي يرجع الصيانة، يعني حيطلع في مركب في أعباء هون بالصيانة. حيرجع الصيانة بده يصير يوزع، حيعطي النقل. لما يصير النقل عنده أعباء بده يرجع يوزع، حيعطي الصيانة. حيضلك يعني الصيانة يعطي النقل والنقل يعطي الصيانة لتخلص 6 7 صفحات وبعدك ما خلصت. هيك بدنا نعمل؟ لا، ما هيك. لا، بهاي الحالة اللي مثل هاي نلعب لعبة بسيطة كتير. نجي منقول إذا أنا اعتبرت الصيانة إكس، تكلفة الصيانة إكس وتكلفة النقل إيراج، هقول إكس يساوي 8000 بلس 10% من الإيراج، والإيراج يساوي 19500 بلس 5% من الإكس. حطيتهم هون، إكس يساوي 8000 بلس 10% من الإيراج، 8000 بلس 10% من الإيراج، والإيراج يساوي 19500 بلس 5% من الإكس. رجعت عملتهم دوز إيكواسيون دوز إنكونو، إكس ناقص 0.1 إيراج يساوي 8000، جبت هيدي لهون صارت ناقص، بالتالي جبت هاي لهون صارت ناقص، صارت ناقص 0.05 إكس بلس 1 إيراج يساوي 19500، حليتهم طلع إكس يساوي 10000، إيراج يساوي 20000. جيت على الجدول حطيتهم مثل ما هني، فتحت الجدول مثل ما هني الأعباء هون، 8 حطيتها 8 مش ما حطيت 10، و 19500 حطيت 19500 ما حطيت 20. مجاميع بعد التوزيع الأول 8 19500 12500 64 16، بس لما بدي إجي وزع الصيانة ما حوزع 8000، حوزع المبلغ اللي طلع هون 10000. حيوزع هال 10000 حيوزعها 5 15 60 20، يعني حياخد هذا 500. اوكي، والباقي بقى 1500 6000 10000. لما هذا بده يجي يوزع، حيوزع هيدي التكلفة اللي طلعت هون ل 20000. 20000 حيعطي خيو الكبير قديش؟ هو بيعطيه 10%، فأعطاه من هال 20000 2000، وأعطى هون 30% هون 60%، خلص الجدول. لما جيت جمع 8 بلس 2 10 ناقص 10 0، 19500 بلس 500 يساوي 20000 ناقص 20000 0، طلعوا المراكز التكلفة كلها بالمراكز الرئيسية. هاي اللعبة لما بقت اللعب، وهي نحن هيك حنلعب اللعبة بكتير من أمثلتنا، حنخلي المراكز المساعدة تعطي بعضها. يعني بدي أطلع من الجدول أعمل هدول دوز إيكواسيون على دوز إنكونو، وطلع اللعبة وطلع قديل إنكونو اللي فيهم إكس وإيجريك، وأرجع فوت على الجدول حط هدول الإنكونو بقلب الجدول. بس بدي انتبه انه انا فاتح الجدول بمبالغه بالتكلفة اللي هي فيه 8 19 ونص 12 ونص 64 16، بس لما بدي وزع وزعت هون 10 ووزعت هون 20. مين هي هاي العشرة؟ هاي اللي طلعت هون. مين هذه؟ كيف طلعت هون؟ طلعت بانه قلت هون اكس يساوي 8000 زائد 0.1 ايجريج، والايجريج يساوي 19500 زائد 0.05 اكس. عملتهم معادلتين بمجهولين، طلعت المجهولين اللي فيهم على الكالكولاتريس، ما عاد توجع قلبي فيهم، حطيتهم على الايكواسيون على الكالكولاتريس، قلت الكالكولاتريس انه هاي 10 وهاي 20، فت على الجدول، فتحت الجدول بمبالغه،
لما جيت توزع، وزعت هون 10، وزعت هون 20، لما خلصت طلع هون زيرو زيرو، وصارت المراكز كلها، التكاليف كلها صارت بالمراكز الرئيسية.